خلينا نروح مع حضراتكم لموضوع اخر، وفيه اهتمام كبير الحقيقه من القياده السياسيه بالتركيز على ارتفاع نسب المستفيدين من برنامج تكافل وكرامه لدعم الاسر الاولى بالرعايه بمختلف المحافظات. محافظه اسيوط كان ليها نصيب كبير من هذا الدعم، ووصل بالفعل عدد المستفيدين فيها من تكافل وكرامه ل 360 الف مواطن. لكن مهم كمان نعرف الساده المشاهدين ازاي تم زياده هذا العدد. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون استاذ مجدي نجيب، وكيل وزاره التضامن الاجتماعي باسيوط. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير استاذ جوين. صباح الخير استاذ المشاهدين. يا اهلا بيك يا استاذ مجدي. استاذ مجدي، في البدايه ازاي تم حضراتكم طيبين وحضرتك طيب يا فندم وبخير دايما، ازاي تم زياده اعداد المستفيدين من هذا البرنامج؟ طيب، هو برنامج تكافل وكرامه ده برنامج حضرتك برنامج تحولات نقديه مشروطه بالنسبه للتكافل وغير مشروطه بالنسبه للكرامه. احنا بدانا البرنامج يعتبر في 2015، وصلنا حتى الآن خلال الربع الأول من سنة 2024 ل 407 ألف أسرة بإجمالي مبالغ 250 مليون جنيه شهريا في حدود 3 مليار جنيه سنويا. طبعا في أسيوط احنا عندنا 12 إدارة اجتماعية، من خلال الوحدات الاجتماعية 113 وحدة اجتماعية بنتوسع في هذا البرنامج، ومن خلال برضك نسبة التفقر في أسيوط، يعني بنحاول نساعد المواطنين وإخواتنا في مراكز أسيوط كلها. طب يا فندم، طبيعة الفئات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وحتى العدد اللي زايد عليهم كمان؟ هو حضرتك برنامج تكافل وكرامه زي ما قلنا دعم نقدي وليس معاش. مشروط عند فيه مشروطيه صحيه ومشروطيه تعليميه. طبعا ايه الشروط يا فندم؟ من خلال البحث الاجتماعي في الاسر الاولى بالرعايه والاحتياج، شبكه البرنامج بتوسع من خلال الوحدات الاجتماعيه. الاسر الفئات او الشرائح اللي في برنامج تكافل هي اسره زوج وزوجة وأولاد، أو مطلقة وأولاد، أو أرملة وأولاد، وهكذا. أما كرامة فهو استحقاق فردي بالنسبة للمسن والذو الإعاقة واليتيم والمهجورة والأرملة والمطلقة اللي لم تنجو، والفتاة اللي بلغت سن 50 لم يسبق لها الزواج. أيوة أستاذ مجدي، حضرتك قلت إن هي مشروطة، فهل هذه الفئات بيبقى في شروط معينة عشان يستحقوا هذا الدعم؟ مشروطة، يعني بالدعم باستحقاق دعم من خلال في مشروطية صحية لازم يتابع مع الوحدة الصحية في القرية من خلال التطعيمات والكشوفات اللازمة للأسرة كلها. مشروطية تعليمية، اللي هي المشروطية التعليمية للطفل أو الابن اللي في سن التعليم في مراحل التعليم لم يتغيب من المدرسة، بيتابع مع الإدارة التعليمية مع المدرسة بحيث إن هو يكون في المدرسة مستمر، مش بيروح المدرسة، لازم يكون منتظم في الدراسة. ده المشروطية اللي في البرنامج، ودي من أفضل حاجات اتعملت في البرنامج تكافل وكرامة، لأن طبعا الصحة مهمة جدا في بناء الإنسان، والتعليم برضك طبعا ده حاجة مهمة جدا. فهي مشروطية بمعنى ان ده مع ده لازم يكون في التعليم، في سن التعليم يكون في المدرسة، ولما يكون محتاج تطعيمات او كشوفات لازمة في الوحدة الصحية بيتابع معها. ده جميل جدا يا فندم، لانه الهدف من هذه المبادرة هو اوسع واشمل. الفكرة مش مسألة تقديم دعم مادي فقط، لا، الفكرة هي الحفاظ على كيان الأسرة المصرية بشكل عام. عشان كده في اهتمام طبعا بالتعليم، انه لازم الأولاد يكملوا في مراحلهم الدراسية، ولازم كمان يتابعوا في الوحدات الصحية الموجودة عندهم. أنا كنت عاوز بس أوضح لحضرتك يا أستاذ محمد إن بعد قرار فخامة الرئيس في بداية 24 برفع الدعم، برفع 15% من الدعم الحالي، الأسرة أساس الأسرة اللي ليها 3 أطفال في الدعم كانت 406، دلوقتي 467. وبيضاف ليها طبعا لو الطفل تحت السن 6 سنين بياخد 75، والتلميذ اللي في المرحله الابتدائيه 100 جنيه، والتلميذ اللي في المرحله الاعداديه 125، والتلميذ اللي في الثانوي 175، والطالب الجامعي كان 200، وبعد قرار سياده الرئيس بقى 300. يعني الاسره دلوقتي بعد قرار سياده الرئيس 15% بقت بيبقى ليها دعم كويس، وده بيساعدها على
النهوض للحالة الاقتصادية الجيدة، وكمان البرنامج تكافؤ كرامة ليه ثلاث برامج تاني جواه، برنامج فرصة وده خاص بالتفكير الاقتصادي، وبرنامج الألف يوم وده برضك بيهتم بصحة الطفل. الألف يوم ده بيبدأ من تاريخ الحمل حتى نهاية الرضاعة، يعني بالضبط ألف يوم من بداية الحمل حتى نهاية الرضاعة ألف يوم. وفي برنامج ثالث مكمل اسمه لا أمية مع تكافؤ، ده بنمنح أمية الأشخاص اللي موجودين في برنامج تكافل لو بالتعاون مع هيئة التعليم الكبار. أستاذ مجدي، هل في خطة من قبل حضراتكم لا يعني توسيع أو ضم المزيد من المستفيدين الفترة اللي جاية، وكمان فكرة قواعد البيانات السليمة والدقيقة إزاي كمان ساعدتكم في أن أنتوا تقدروا توصلوا أو تسهل الوصول للأسر اللي محتاجة لهذه أو لهذا الدعم بالتحديد؟ طبعا هو برنامج تكافؤ كرامة إعلاميا الحمد لله بقى في منتشر في جميع أنحاء مراكز أسيوط، وكمان إحنا بالنسبة لينا إحنا طبعا من خلال الأبحاث الاجتماعية إحنا بنوجه الناس التملي، ومن خلال حضراتكم أنا برضك بحب أعرف إجراءات التقدم، يعني فأي مواطن يكون حاسس او عارف ان هو يستحق دعم تكافؤ كرامه يتوجه للوحده الاجتماعيه مع صوره البطاقه الرقم القومي لي ولافراد الاسره لها، سواء شهادات ميلاد او بطاقه الرقم القومي. من هنا بنسجل على التابلت، والتابلت طبعا بيترفع على الوزاره، والوزاره فيه معادله، فبالتالي الموضوع سهل جدا. وبالبيانات دقة البيانات دي من خلال شبكة البيانات الموحدة اللي برضك من ضمن المميزات اللي معمولة طبعا في بلدنا الجمهورية الجديدة، ان البيانات الموحدة دي بالرقم القومي كلها بتبقى ما فيهاش تدخل بشري بنسبة كبيرة جدا، بيبقى فيها معلومة صحيحة وبيانات سليمة، وما بتتعبناش في حاجة، لان طبعا الرقم القومي بيظهر اي حاجة بتحصل في جد جديد عليها بتبان على شبكه البيانات الموحده. نشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ مجدي نجيب وكيل وزاره التضامن الاجتماعي باسيوط، شكرا لحضرتك يا فندم.